يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 36-25، الطقس حار، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-24، بورسعيد 31-24، الإسماعيلية 36-24. ننتقل إلى السويس 36-24، الطقس حار، العريش 33-24، طابة 36-24، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 38-28. بالنسبة للأقصر 40-26، الطقس هناك شديد الحرارة، أسوان 41-27، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 37-25، أخيرا حلايب 35-26. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.